تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزيه ومواساة من فخامة الرئيس اسماعيل عمر جيله رئيس جمهوريه جيبوتي اعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلاله الملك المفدى في وفاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رحمه الله سائلا المولى عز وجل يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته